السلام عليكم إخواننا الأعزاء، المجتمع العربي الجميل الحبيب في كندا، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من حلقات أولياء الأمور والأبناء. في هذه الحلقة كالعادة نستضيف أخونا الأستاذ سامر المجذوب من مونتريال لنتحاور معه حول بعض القضايا الدقيقة في علاقة الآباء بالأبناء ومشاكل متعلقة بين الآباء والأبناء بحاجة إلى حوار وعلاج. فنرحب بأستاذنا الجميل الأستاذ سامر المجذوب. أهلين أستاذ سامر، حياكم الله، كيف أخباركم؟ شفتك ابتسمت أول ما طلعت، هل ابتسمت لأنه أستاذنا الجميل ولا ابتسمت لأنك مبسوط للقاء؟ على اللقاء شيخ، هذا موضوع الجميل ضحكت عليها شوي يعني بس أهلاً أهلاً بأستاذنا حبيبنا. حياك الله أستاذ سامر، إحنا للمرة الثالثة يعني نتابع هذه اللقاءات وكثير من الإخوان يتابعوها معنا بكل شغف، وكل ما تقدم بنا اللقاء كلما ازددنا دقة في الحوار، صحيح، وكلما ازدادت حساسية النقاش. نحن لا نريد أن نخرج إلى الواقع ولا نريد أن نغطي الشمس بإصبعنا، نريد أن نواجه الحقائق ونريد أن نفهم ونريد أن نحلل بشيء من العقلانية والواقعية، وحسبنا أننا لا نتحدث بعيدا عن التجارب ولا بعيدا عن الخبرات. نستضيف واحد من المعمل زي ما بيحكوا من داخل الميدان، عاش بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور والمدارس، فهم المشاكل عن قرب وعرف ما للآباء وما عليهم وما للأبناء وما عليهم وما للمؤسسات الرسمية وما عليها. لذلك نرحب بك مجددا أستاذ سامر ونبدأ الحكاية الجديدة. الحكاية الجديدة عنوانها العادات والممارسات الغريبة عن عاداتنا وثقافتنا والتي يضج أولياء الأمور بها، الابتعاد عن الدين، تغيير المعتقد، والذي يضج كل صاحب دين من الأولياء أولياء الأمور بها. كيف يتعامل، كيف يتصرف، متى يكون حادا، متى يكون لينا، متى يكون سهلا، متى يكون صلبا. نبدأ على بركة الله في خوض هذا الميدان، إن شاء الله يكون محفوظ. صديقنا الكمبيوتر رجع يزعجنا. والله خليك معك. نعم خليك. طب بس اعمل له ميوت وشغل الموبايل. نعم. إذن إخواننا الكرام، كما قلنا الحلقة ستكون أكثر دقة في الحوار حول ممارسات الأبناء في سن الحرج، سن المراهقة، سن الوعي، وسن العاطفة. أنا أعتبر أن هذا السن سن بمقدار ما هو سن حساس، إلا أن فيه كثير من المعاني الجميلة الأبناء قد يكتسبون فيه قيم رائعة جدا يتمسكون بها إلى آخر عمرهم إذا أحسننا التعامل معهم بمعاملة حسنة. في هذا اللقاء سنتحدث عن الممارسات الغريبة عن ثقافتنا والتي تحيط بأبنائنا، كيف سنتعامل معها، ما هي، ما تعريفها، أين نكون حادين ونحن يجب ألا نكون حادين، وأين نكون متساهلين في الوقت الذي لا يجب أن نكون فيه متساهلين، وفي كل الأحوال ما هي الأشياء التي لا يجوز ولا يجب ولا بد من الابتعاد عنها في كل الأحوال. هذا ما نريد أن نناقش في هذه الليلة من حلقات الآباء والأبناء. في هذه الحلقة
كما قلت سنستعرض هذه الصفات، نحللها، ثم نصل إلى طريق للتعامل مع أبنائنا بأسلوب منهجي واقعي عاشه الأستاذ سامر وتعامل معه وربما تعامل كثير منا فيه. إخواننا، أثناء تعليقاتكم سنستقبل كل أسئلتكم، كل ملاحظاتكم، من كان له تجربة يريد أن يشارك فيها باقتضاب يمكن أن يشاركنا فيها، ومن كان له ملاحظة يريد أن يلفت النظر إليها يمكنه ذلك، وأيضا من أراد أن يقدم مشاركة خلال البث فيمكنه أن يطلب المشاركة، وهذه الأمور تكون يعني في متناول اليد إن شاء الله. سامر في صدى، استعملي ميوت للكمبيوتر، اعملي ميوت للكمبيوتر بس. هو اتز ميوتد. طيب، لأنه في صوت صدى طالع بكون واحد ديال الكمبيوتر. اوكي، انا عندي الكمبيوتر ميوتد. طيب والموبايل؟ الموبايل بدك كان اعمل له ميوت على الموبايل؟ جرب نعمل له ميوت. اوكي، هيك راح الصوت نهائي. لا هيك راح الصوت. شغل. نعم شغلته. نعم شغلته. نعم شغلته. طيب، خلينا نبدأ وإن شاء الله نعالج المسألة بشكل أو بآخر. نعم. طيب، توكل على الله أستاذ سامر. خلينا نبدأ الحكاية. أبدأ بسؤالي الأول. اليوم إحنا نعيش في مجتمع حولنا، لسنا معزولين عن هذا المجتمع، وفيه كثير من الملاحظات لنا كأولياء أمور ربما لا تعجبنا، ولكنها شيء موجود في المجتمع، علينا أن نتعامل معه ونتكيف بهذا مع هذا الأمر. الأبناء في هذا الوقت أصبحوا من الوعي، بحيث أصبحوا مطلعين على كثير من ما حولهم، مطلعين على ممارسات غيرهم، يريدون أن يقلدوا. ما هي الأشياء الأكبر التي يخشاها أولياء الأمور على أبنائهم من خلال خبرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحييكم على طرح هذه المواضيع، يعني عادة هي من المحرمات التي بتهم الأهالي، ولكن يصير ما يحصل فيها الكلام، ما يتم تداولها، وإذا تم تداولها تم تداولها بتطرف من الجهتين، اللي يؤيدها بتطرف ويعتبرها that's fine، واللي يرفضها بتشدد ويعتبرها يعني كارثة من الكوارث. أكثر شيء يعني يقلق البيرنتس ما في شك بداية يكون التصرفات الأخلاقية الأدبية المورالز البيهيفيرز، يعني هذا أكثر ما يلفت نظر الأهالي في المرحلة الأولى، واللي يتفق عليها كل الأهالي بشكل عام، يعني حتى الأهالي اللي ما يكون عندهم ما يسمى التزام دين إذا صح التعبير، عندهم المحافظة، عندهم التقاليد، عندهم العادات، فبالتالي كمان عندهم حرج لما يكون موضوع التصرفات والبيهيفير في misconduct يعني. فهذا الأمر الأساسي يأتي من بعدها الموضوع الديني، اللي في بعض الأهالي والكثير منهم يخشى على أبنائه الابتعاد عن الدين ويعني وتعليماته، وخصوصا لما نحكي عن تعليمات ونرجع نعود، هي التعليمات المرتبطة بالسلوكيات والأخلاقيات وما إلى هناك. طيب أستاذ سامر، يعني خلينا نأخذ المواضيع التي يخشاها الأهالي واحدة واحدة بالنسبة للسلوكيات. من خلال ما شاهدنا، سلوكيات بين الذكر والأنثى، ما لها وما عليها في مجتمع مثل المجتمع الكندي، أين تبدأ حدودها وأين تنتهي؟ ما هو المسافة التي يحق حقا للأبناء أن يقولوا لأبائهم لقد كتمتم على أنفاسنا؟ وما هي المساحة التي لا يحق للأبناء ذلك ويحق للأباء أن يتدخلوا في أبنائهم؟ وما هي المساحة الهلامية، نقول الضبابية الرمادية، التي فيها
يعني هي المساحة الأكبر ربما والتي لابد من الحكمة البالغة فيها. فما هي المساحات هذه وما هي الأعمال الممارسات الحقيقية التي تقبل والتي لا تقبل؟ ما ذكرت عدة مرات سابقا لما نقول كندية فنحن جزء من الفابريك الكندي، لا يوجد بيننا فرق، فبالتالي ما في شيء كندي ونحن لا وهم يس. خلينا نقول نظام التعليمي صحيح. في نظام التعليمي مدام الولد تجاوز مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الثانوية ما بقى في ضوابط، يعني ما بقى في شيء اسمه قيم أخلاقية يجب أن يلتزم فيها البنت أو الصبي. خليني أوضح شو بقى قصدي في هذا الكلام حتى ما يأخذ في بلا معنى. الموضوع السلوكي الشخصي اللي نحن منخاف منه ما له ضوابط، علاقات يعني لو قدر الله لا سمح الله حصل مخدرات، طلع الولد شاذ أو ما يقال عنه، يعني بتعريف الأديان كلها حقيقة أنه هذا حالة شاذة بالنسبة للدين، بالنسبة للتعريف الديني يعني، أو يعني العلاقات بين الشاب والبنت إذا صح التعبير. ولكن اللي عندهم يا محافظين عليه بسموه universal values، موضوع الكذب، موضوع أذى الآخرين، مثلا إذا ممنوع المخدر احترام القانون. خليني أوضح نقطة، يعني البلاد الغربية أو المجتمعات هناك الأنظمة هي وضعية، فما هو مقبول عفوا ما هو مرفوض بالأمس هو مقبول اليوم. سابقا موضوع المخدرات كان من المحرمات في كل مكان، وكانت الشرطة والكل يتابع عليه، وكانت الأنظمة الإدارية تتابع الطلاب فيه وما إلى هناك. بعد ما سمحوا لموضوع المخدرات على صعيد المثال أصبح الآن ما كان عنه حرام إذا صح التعبير لا أصبح حلال، فبالتالي تختلف القيم مباشرة حسب القانون الوضعي يعتبرها أول شيء لا فيحاربها، في اليوم التالي تصبح نعم، ده بل يحرض عليها يعني يحفز عليها. فبالتالي خلينا حتى نوضح المسألة. المسألة الأخرى اللي نحن نفهمها نحن كمسلمين وغير مسلمين حقيقة، حتى ما نكون في مجتمعات كثيرة غير المسلمين كذلك الأمر، في مجموعات كنسية بغير بأعداد كبيرها كمان، هذا المفهوم يختلف. المفهوم السلوكي يلي تخاف منه البيرنتس للأسف ما له ضوابط، يعني حتى نكون واقعيين هو بلا ضوابط، والتدخل البيرنت بهذا الموضوع في بعض الأحيان بيعتبروه معاكس أو اضطهاد عاطفي. أوكي يعني هذه كلمة للأسف تستخدم كتير، وبعض الأحيان abused this يعني الwording أو الضغط العاطفي أو العنف العاطفي لما الأب يقول لا لبنته أو لا لابنه، ففي هنا تحدي كبير فيها. يعني هنا ما يخشاه البيرنتس في كثير من الأحيان. عندنا في كيبك أصلا وضع أصعب بكثير جدا، الأبناء يأخذوا من عائلاتهم ويأخذوا لعائلات أخرى، يعني في تحديات كبيرة في هذا الموضوع هنا. طيب أنا معلش وإن كان خارج عن موضوعنا قليلا لكنه في تماس في فهم السلوك السياسي والدبلوماسي والرسمي. اليوم لما الحكومة أو الجهات الرسمية فجأة في يوم وليلة تخرج بقرار إنه هذا الخلق وهذه الممارسة ممنوعة، والحقيقة كان المنع في السابق وكان المنع الحالي له ارتباطات دينية وارتباطات ثقافية وارتباطات مجتمعية، ثم بعدها بليلة قررت أن تسمح به. فهل يعقل أنه يكون المسألة كأنه switch on switch off، فجأة تريد مشاعر هذا المجتمع وعقائده المختلفة وتشريعاته الدينية وثقافته التي تربى عليها فجأة أن يغيرها حتى بمصطلحاته حتى في تعاملاته حتى بكل شيء؟ هل هذا هو طريقة تعامل الجهات الرسمية مع هذه الأمور بالنسبة للآباء، ولا هي متفهمة ومعقولة ومتغاضى عنها إذا كان فيها اختلاف وغضب وحرج ورفض من أولياء الأمور؟ السماعات، الصوت معمول ميوت على الصوت عندك أستاذ سامر.
خلينا نشوف. أنا خرجت من حدا خرجني من هون، فأنا ارجع ادخل من جديد. ايوه سكر هذه، ارجع ادخل من جديد على الموبايل، على الموبايل. معلش اخواننا شوي، المسألة هذه ان شاء الله بتنحل سريعا. اوكي طيب، احنا طبعا نسأل هذه الأسئلة حتى نعرف حتى حدود الأهالي، حدود الآباء والأمهات في رفض هذه الممارسات كيف لازم يكون. بنفس الوقت احنا موجودين في مكان محتاجين نفهم بشكل جيد. تفضل استاذ سامي. خلينا نعطي مثال حي اخي محمد بعيدا عن النظري. نعم، المثال الحي هو موضوع تشريع المخدرات في الفترات الأخيرة اللي حصل. هو مصر on off حقيقة، هو المجتمع تقبل الأمر مع مرور الوقت، وتأتي الحكومات إذا صح التعبير الديمقراطية التي تعكس الحالة الاجتماعية والثقافية للمجتمع بشكل عام، تشرع قوانين حسب فهم هذا المجتمع، وبنفس الوقت تشتغل الآلة الإعلامية، تشتغل التوجه العام. لا نقول الآلة الإعلامية حتى ما نظن أن هناك on off كما في بلادي اللي فيها ديكتاتوريات، لا، ولكن تصبح هناك في مصالح موضوع المخدرات التي الماريوانا على وجه الخصوص حتى ما نعمم الماريوانا، لما تم تشريعها تم تحضير سنوات لهذا الموضوع، لم يأتي بين ليلة وضحاها. حتى الاعتراضات لم تكن هناك اعتراضات على الإطلاق من حيث بعض الاعتراضات الصحية، ولم تكن هناك اعتراضات من حيث الموضوع الأخلاقي والسلوكي. بدأت الدراسات التي تؤيد هذا التوجه أن الماريوانا منيحة للصحة، ماريوانا سوف تأتي بمليار دولار للاقتصاد، تغير الفايب كله. هذا حتى اللي عنده شوي تردد يعني يقنعوا فيها، وكان هذا التحول لدرجة، شوف خطورة الموضوع أخي، كان محرما تم التداول فيه، تم تشريعه، لما صار التسكير في زمن كورونا في بداية اعتبر في كيبك essential services، يعني تصور من لا إلى تشريع إلى essential service، يعني سكر البلد كلها، خلي المحلات الماريوانا مفتوحة. فيعني هذا واقع القوانين الوضعية التي لا تقوم على أسس طيب سلوكية وعقائدية ثابتة. طيب أنا الآن لما أقول مثلا أنه هذا استهتار، أو هذا مضر، أو هذا مخل، أو هذا فيه يعني خلل في التشريع، تخبط، هل بهذا أنا أكون تجاوزت القانون في توصيفي للأمور؟ لا بالمناسبة استدى أتوقع أنت محتاج الكمبيوتر كمان تعمل إلغاء للسبيكر اللي فيه. عفوا الكمبيوتر هو ميوتد، مش بس للمايك كمان للسبيكر، في عندك المايك والسبيكر. لا هيك راح شو اسمه. عم تسمعني الآن؟ بسمعك الآن. تمام إيه؟ هيك أنا ما بقى عم بسمعك. أنت الآن تسمعني؟ أنا مش عم بسمعك الآن. أنا ما عم بسمعك بس. أوكي أنت ميوتد شي؟ لا أنا مش ميوتد، بس لأنك أنت لغيت السبيكر عندك. خلص شغل السبيكر. أنا عزني، أنا ما عم بسمعك بس. ارجع شغل السبيكر. ما عم بسمعك للأسف. تكلم أخي، شغل السبيكر الآن. شغلته. اوكي تمام، معناته لانه الموبايل السبيكر اللي على الموبايل هو اللي شغال. إيه بس ما عم بسمع من خلاله انا، انتوا عم تسمعوني من خلاله، انا ما عم بسمعك. خلاص خلينا بهذا الشكل، تفضل كمل عشان نعم اخي. نعم اخي، فموضوع نعم
الاعتراض هو حق حقك الكامل بالاعتراض، لا يوجد حدا يمنع نهائيا فكرة انك تعترض على القانون بالطريقة اللي تشاء ما دام هي سلمية وديمقراطية. على اي اساس انت بتعتمد على الشخص او المجموعة؟ اوكي، جواز الامر ليس فرضه، يعني والله هن قالوا اوكي للماريجوانا بس ما يفرضوا على الناس، يعني بس حتى نوضح نوضح الفرق يعني بهذا الموضوع. وهنا ياتي التحدي، تبدا تطلع الدراسات. انا قابلت كثير من الطلبه العرب والمسلمين، جامعيين وثانويين وبثانويه في الكليات، وبداوا يتناقشوا معي انه الطب اثبت انه الماريجوانا مفيد. اوكي، انت تدخل بقى بموضوع لا يجوز ما يجوز، تدخل في هذا الامر، فبيقول لك انا كما هو الدخان، السيجاره الناس بتشربها وضررها اثبت عبر السنوات بشكل غير طبيعي وتستخدم وما طلع تحريم فيها، يعني بس حتى اقول لك النقاش اللي يذكر لي. اوكي، فهنا بقى بتجي مرحله اقناع الناس مع الوقت، اقناع الناس مع الوقت، كما هو موضوع الموضوع المثليه الجنسيه لفترة مش طويلة كان يضرب الولد أو تضرب البنت في الشارع أو يتم الاعتداء الجسدي إذا كان واحد معروف عنه مثلي جنسي أو شيء، وكيف مع عامل الوقت شوي شوي صار يقنع الناس إنه هيدي حالة عادية. فبالتالي طيب، هذا من ضرائب أخي الكريم القوانين الوضعية، وهذا واقع موجود بنتعامل معه. طيب جيد، إذا إحنا في كلمة مهمة، الأمر مسموح وليس مفروضا فرضا، يعني هو مسموح ولكن الاعتراض عليه غير منهي عنه. أنا ممكن أعترض، ممكن ما يعجبني، ممكن ما أخذ فيه، فهو غير مفروض وإنما مسموح. طيب إذا أسقطنا هذا الكلام على الممارسات عند الأبناء في هذا السن، خلينا نبدأ فيها في الممارسات بين الذكر والأنثى. حدود الممارسة بين الذكر والأنثى، في عندنا الاختلاط، في عندنا الخلوات، في عندنا الديتينج، في عندنا العلاقات الجنسية، في عندنا ربما بوي فريند وغيرل فريند، والالتزام بهذه العلاقة كأنهم مخطوبين أو محبوبين أو أزواج دون عقد. هذه خمس صور، ما هي الصور التي تراها يمكن التغاضي عنها، والصور التي تراها ممكن التفاهم عليها، والصور التي تراها لا بد من الحسم فيها؟ كلام في غاية الأهمية. كل هذه الأشكال لك الحق الكامل بالاعتراض على كل هذه الأشكال. العلاقات لا يمنع القانون أن تقول ديني يرفض هذا الموضوع، هذه قناعات، فرضها يسمح الإشكال. عظيم. فإذا أنا كشخص لي الحق الكامل أني أقول أنه هذه نوعية العلاقات غير مقبولة دينيا بالنسبة لي، غير مقبولة فكريا، وحتى أكان بروموت، يعني أقول أنا هذا ليس مقبول في الشرع الإسلامي، ليس مقبول في الشرع اليهودي، ليس مقبول في اللاهوت المسيحي. هذا حقك الكامل. وين الإشكال يقع؟ أني أتحول من موضوع الإعلان عن هذا الرفض وإعلان وحتى البروموشن قاله إلى إجبار. أنا أمنع ابني بالقوة أنه يقوم بها، أو أمنع بنتي. هنا بقى المواضيع تدخل فيها مواضيع قانونية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق التصرف، الحقوق الفردية وحقوق التعبير. هنا يدخل الإشكال اللي تدخل فيه للأسف يعني جملة من القوانين وحتى إدارات المدارس وما والإدارات تعنى بشؤون الأولاد وشؤون المرأة وما إلى هناك. طيب خلينا نسقط بشكل واقعي أستاذ سامر. أنا اليوم ابني عنده أصدقاء وصديقات، عنده زملاء وزميلات، وبطلع هو إياهم وبروحوا في خروجات متعددة ومتنوعة. هل هذه الحالة من الحالات التي يمكن أن نستهجنها ضمن ثقافتنا وعاداتنا، ولا يعني نكون قد بالغنا في الأمر؟ نعم كمان كل الأسئلة يعني مهمة جدا، تختلف من شخص لآخر، تختلف من بنت من إذا قلنا من ولد أو بنت، يعني من فرد إلى آخر. بالأمور بعمومها أكيد ما فينا، يعني حتى لما أعجبتنا ما فينا نمنعها. عظيم. بعمومها
لما أقبل أنا ابني أو بنتي يخرجوا مع أصدقائهم ليتعشوا بمكان ليس نايت كلاب، ليس للساعة للفجر، ليس يعني إلى حد ما أعرف الأصدقاء، أعرف وين خرجوا مع مين راجعين، طبيعة العلاقة بين مش والله عزني ابني طالع مع صاحبته أو بنتي طالع مع صاحبها، هذا موضوع آخر. فإذا العلاقات اللي هي اجتماعية عادية في الزمالة في العمل، زمالة في هذا إلى حد ما يعني إلا ما حقول مقبول شرعا أو لا، ولكن مقبول أن نقول اجتماعيا نتكيف معه. وين الحساسية في الموضوع؟ لما الأمور تزيد عن حدها، يصبح الولد أو البنت الأمور يعني تصبح العلاقة بين تصبح لا سمح الله العلاقة جنسية، العلاقة يعيشوا مع بعضهم البعض، هنا لي الحق الكامل كأب كما له حق ابني يتصرف، لي الحق الكامل أني أرفض هذا الأمر نهائيا ولا يجبرني أحد على قبوله نهائيا، ولا يجبرني كإنسان عندي التزام ديني أن أقبله، ولكن لا يمنع نهائيا الابن والاب او البنت ان تقوم بهما بما يشاءون. فما علي الا النصيحه الالتزام معهم واخذ القرار اللي اشاءه في هذا الموضوع. افترضنا اعطيك مثال، وهذا الامر شائع في العالم الغربي في المجتمعات الغربيه وانا ارفضه نهائيا نهائيا. في المجتمعات الغربيه اذا الولد ما التزم بضوابط البيت بتقول له امه مع السلامه لما يكون راشد يعني فوق 18 أو بتقفل مع السلامة، هذا قوانين البيت. نحن أنا أرفضها نهائيا على صعيد مجتمعاتنا، حتى برفضها لأنهم فبالتالي لابد أنه حتى يعرف الواحد يعني متى إلى أي مدى هي ردة الفعل. حتى لما نعجبني الوضع كما ذكرت في المرات السابقة، أؤمن بالموقف الصلب مع الاحتواء ليس بالموقف الصلب المتشدد مع الرفض. يعني لقيتها حقيقة ما لا أريد أن أطيل بعشرات التجارب مع الأهالي اللي كنت معهم على خط تماس مباشر، موقف صلبي. يعني شو موقف صلبي؟ ما أقول أوكي خلاص تعالوا أنا مسامحكم على الأمر ما كأنه في شيء، ولكن موقف صلب هذا موقفي، ولكن في احتواء للموضوع هذا عوضا أني النفي والقطع لأنه أكيد لن يأتي بنتيجة نهائية نهائية. طيب إحنا الآن في مرحلة التعامل العادي، الأصدقاء، العلاقة بين الأصدقاء، الزملاء، هذا أمر مجتمعي لا نستطيع أن نرفضه أو نجبر الأبناء عليه. لكن لو تطور الأمر إلى علاقة حميمية بين الولد والبنت، بين الذكر والأنثى، علاقة حميمية، وبعد ذلك اكتشف الآباء والأمهات أن هناك علاقة، ما الذي يمكن أن يفعله؟ وما هي السن التي يسمح للأب والأم التدخل فيها والسن التي لا يسمح لهما التدخل فيها؟ نعم، واضح الصوت الآن؟ واضح الصوت، نعم. صوتي واضح؟ ممتاز. نعم، السن هو 18 وما فوق، ممتاز. وين الأب أو الولد له الحق بممارسة ما يشاء والأهل ما يتدخلوا، ولكن للأسف العلاقة الجنسية ما بين الشاب والبنت يسمح لها في بعض المقاطعات من 15 وطالع، ومن بعض العلاقات في 16 وطالع. ولكن الأمر الغريب أنه يسمح بين الشاب والبنت بين 15 و17 تكون العلاقة بيناتهم كيف ما كانت تكون. بالوقت اللي بتصير البنت 18 والشاب 18 علاقته فقط مع 18 وطالع، مع 18 وتحت بتكون ضد القانون فيها سجن. قد يستغرب هذا الأمر الإنسان، ولكن هذا الواقع. فإذا إذا البنت عاشرت شاب عمره 18 سنة وهي عمره 17، ممكن الولد اللي عمره 18 يعتبر تعدى على البنت اللي عمرها 17. اما اذا عاشرت الولد اللي عمره 17 او 16 او 15 فالقانون يسمح بهذا. فاذا واضح عمليه التدخل، انا افهم شو معناتنا في التدخل. التدخل انه يمنعهم فهذا منه مسموح. التدخل ليشوف انه هل البنت عم تتعرض لعمليه استغلال، طبيعي جدا. يعني استغلال أونلاين، تعدي تحرش، تعرفت على الرجل أونلاين ما بتعرف أصله، الأب ممكن يتدخل يشوف شو عم بيصير. ولكن حتى يكون واقعكم البوتوم لاين، ما يستطيع أحد يوقف هذا الأمر
بقوة القانون. فالقانون سامح لهنا عفوا اعذرني الكلام نسبة مهولة مهولة من البرسنتج المئوي بالنسبة للبنات اللي علاقاتها عذروني يعني علاقات حميمة مع الشباب يبدأ من 14-15. المجتمع الكندي يعني أرقام إذا ما ندخل في النسب المئوية حتخاف الناس يعني، بس هذا الأمر موجود حقيقة. ومجتمعاتنا ليست يعني نحن عرضة كما للآخرين عرضة. نعم. طيب إذا إحنا الآن وجدنا إنه الإجبار مخالف للقانون. نعم. القانون يسمح بهذه الممارسات للأبناء والبنات من سن 15 فما فوق. المشكلة التي يراها القانون إذا كان هناك من هو دون 18 مع من هو فوق 18. طيب هذا هل هو يحتم علينا أن وسيلة الإجبار وسيلة معدومة لا يمكن أن نمارسها ولا بد أن نبتكر وسائل أخرى، أم أن ما زال هناك متسع من استخدام الإجبار ولكن بطريقة أخرى؟ وإذا كان هذا الأمر نهائي ممنوع الإجبار، فما هي الوسائل الأخرى التي يمكن للآباء والأمهات أن يمارسوها حتى يغيروا أبنائهم أو يبعدوا أبنائهم عن هذا السلوك؟ وإعلان إبعاد أبنائهم عن السلوك قلنا أنه لا شيء فيه، ويمكن أن نقول أن لا نريد أبنائنا أن يكون عندهم هذا السلوك طالما أنه يخالف ديننا، ولكن لا نجبرهم إجبارا بفرض القوة. فما هي الوسائل التي يمكن أن يستخدموها؟ حقيقة هي مسألة الاحتواء. يعني هنا نعود إلى ما ذكرناه في السابق، موضوع الاحتواء، الكلام مع الأب البنت، كلام مع الولد، ولن تكون في المرة الأولى، حتكون على متتابعات، حتكون بشكل متواصل، يظهر على الأب والأم الزعل الشديد، لا بأس من المقاطعة بين الأب والأم. لما نقول المقاطعة يعني المقاطعة اللي هي مش تبقى على نفس الرتم، يعني الولد عزلني مخدرات وخرجات وفوتات وجانجز وآخر شيء أبقى كما أنا، أبقى كما أنا كأب حنون على ابني. نعم، ولكن العلاقة لابد أن الابن يحس أنه أنا مش مرتاح لهذا الموضوع، وهذا بشكل متواصل. أعطيك مثال، الأب يغطي كل مصاريف الولد، بيطلع الولد مصاريفه وما إلى هناك من مرحلة الأعمار الصغيرة. يعني مش أنه والله الآن الابن صار بده $100 زيادة للمخدرات أعطيه، عرفت علي كيف؟ ما بدي والله بده يطلع يسهر بالليل أعطيه مصروفه. فهذا حق الكامل أنا كأب أني أضبطه، أنا بعطيك دراستك، أنا بعطيك كتبك، أنا بعطيك. فتبدأ هنا بقى العملية، يحس فيها الابن والبنت والصبي أنه في شيء منه مقبول عند الاثنين سوا. أوكي؟ مع عدم طرد من البيت، أنا ضد طرد البيت نهائيا، وحأكون معك صريح، لن تصل الأولاد إلى حالة التطرف بهذه الأمور إلا إذا عزلنا هالكلمة ذكرناها سابقا، أهملناهم السنوات الماضية. ما معناتها ما تحصل، ما نفهم حالنا خطأ، ولكن قد دائما يحصل أمور ممكن يكون عمره 50 سنة وتحصل معه، ولكن حتى توصل الولد إلى حالة التمرد، لا سألان عن أبوه ولا سألان عن أمه ولا سألان عن دينه ولا سألان عن عاداته، لا تأتي بين اللحظة وضعها ولا تأتي بين 17 و 18. فهيدي معناتها الله يسامحنا كأهل أهملنا الأمور سنوات طويلة، وبدأت أمور بعض الأولاد عندهم هذا الإهمال يأخذهم إلى أقصى التطرف، وبعض الأولاد ستر من الله سبحانه وتعالى يكون الأمر معتدل، أو بالعكس ينتفضوا على أهلهم ينتموا إلى دينهم أكثر. فبالتالي يعود الأمر وأكرر، الأمر يبدأ من البدايات، يمشي شوي شوي. كمان معظم الجرائم اللي حصلت في كندا وفي كيبك تعتبر جرائم شرفية لا علاقة لها بالشرف، للأسف تطلق عليها سياسيا جريمة شرف لكن ما لها علاقة. اتضح لنا فيما بعد، لأنه دخلنا في أكثر من موضوع نحن هنا في موريال، إنه الأب والأم كانوا أصلا ما يعرفوا شو عم يصير مع أولادهم سنوات، وفجأة الأب استيقظ، حتى هو ليس ملتزم يعني هو محافظة يعني، ولقى بناته يمين ويسار، أولاده يمين ويسار، فيا لطيف حالة الغضب، حالة عزني العنف أدت إلى حالة من القتل وما إلى هناك. يعني هذا اللي أمر مرفوض جملة وتفصيلا يعني، ولكن فإذا من البداية إذا قدر الله وحصل هي عملية الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب، وإذا وصل الأمر وفشلت عملية الاستيعاب لا سمح الله عم نحكي بحالات التطرف، قرار الأب يقول له لابنه أو لبنته
السلام عليكم ورحمة الله، هذه حياتكم قضوها لوحدكم، أما أنا موجود ممكن يعني ترجع مش سهل، ولكن هذا هو اللي ممكن يقوم فيه الأب أو الأم في اللحظات الأخيرة يعني. طيب أستاذ سامر، لنفرض الآن في عنا حالة الولد أو البنت عندهم علاقات، هذه العلاقات الجنسية عرفها الأبوين ولكن ما تم أي كشف لهذا المسألة، ما تم كشف الأمر ما بين الآباء والأبناء، يعني عرفوا ولم يعرف أحد أو لم يعرفوا الأبناء أن أبويهم عرفوا ذلك، برأيك كيف يتصرف الأبوين في هذه الحالة؟ هل يواجهوهم؟ هل يصارحوهم؟ أم هناك شيء آخر؟ نعم أخي، يعني تختلف طبيعة العلاقة يعني للأسف الشديد، يعني حنتكلم فيها بصراحة، في بعض العلاقات بين الشاب أو البنت تجدها تقفز من واحد لواحد يعني، وهو يقفز من واحدة لواحدة، عظيم، عم نحكي بحالات التطرف. بعض الأحيان قد تقع البنت بحب شاب ونفس الشيء، وهنا موضوع الحب ليس عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش، ليست رومانسية بالمعنى، فهي معظم علاقات الحب هي تعتمد في هذه البلاد وخصوصا في هذا العمر على العلاقة الجسدية، نكون واقعيين يعني معظمها ما في شيء يعني مش شعر هو ولا أغاني حب، لكن هي على حقيقة تكون لها علاقة بموضوع الجسدي. هلأ إذا الأب أظهر تجاهل خارجي وأبقى على علاقة طيبة مع ابنه أو مع بنته، هنا سوف يستغل الأب والأم هذه الحالة لإعادة توجيه والتأثير على الأولاد بدون حالة تصادم. يعني بعض الأحيان التجاهل مش عيب، التجاهل مش يؤدي إلى إهمال أنه يلا أنا ما معي خبر وخلاص، لا. التجاهل تنتبه على الموضوع وتحاول تعالجه بهدوء بعيدا عن حالة التوتر، وكثير من الأحيان حتتفاجأ أنه الولد مع مرور الوقت، وأنا هذه شفتها بعيني عند عديد من الطلبة حصلت، استيعاب الأهالي وتجاهل الأب والولد نفسه قد يظن أنه أبوه معه خبر أو لا معه معه خبر، يبدأ الولد يخجل من أبوه أمه ما يظهرها بشكل كبير، مع وقت يمرق رمضان الأول تمرق صلاة الجمعة تمرق صلاة، يرجع الولد والبنت يرجعوا للجادة الصواب. ليه؟ لأنه الأهالي لعبوا لعبة التجاهل، هن مش متجاهلين، لعبة التجاهل لكن مارسوا عملية تأثير على الأولاد مع عامل الوقت مش يرجعوا للحضن تبعهم. وهذا الأمر أنا شفته بنفسي بحالات كثيرة، وبفضل الله تعالى أدى إلى نجاح، لأنه خلينا نكون صريحين ما في حدا بلا معصية من منطلق ديني، عم بحكي مش من منطلق مدني، المنطلق المدني موضوع آخر، بس بالنسبة للمنطلق الديني في ناس كتير عندهم معصيات، ما في حدا ملائكة تمشي على الأرض، وما كل معصية هي آخر الدنيا يعني، كمان لابد أن نعرف بالرغم من هول المعصية، ولكن كل معصية لها حلة، وكل معصية ممكن لها بإذن الله تعالى مخرج إذا عرفنا كيف استوعبنا الأمر وتعاملنا معه. يعني أستاذ سامر، الآن إذا واحد عنده بنت والبنت هذه كونت علاقة مع واحد مع 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 شخص من 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 الناس، وهذه العلاقة وصلت إلى الفراش، هل نطلب من الأبوين أن يستوعبوا الأمر ويكونوا هادئي الأعصاب ويتعاملوا مع الأمر بكل برود؟ هل هذا معقول في مجتمع يعني عاش، وفي إنسان وأب عاش بشرقية وعنده أمر ديني في الموضوع هذا، هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يتم، يعني هل ممكن أنه الإنسان يستطيع أنه يضبط أعصابه ويتعامل بهدوء؟ وما هو المطلوب في بون شاسع؟ هل ممكن نعتمد على الأشخاص وعلى العائلات وعلى الأفراد؟ في غاية الصعوبة يعني، أنا شفت أمور في أواخر التسعينات يعني من القرن المنصرم، يعني كنت مدير مدرسة مباشرة، شفت أمور كانوا الأباء كادوا أنه إما يقتلوا أنفسهم وما يقتلوا أولادهم يعني، وكان علي أني مارس مع الأباء مش مع الأبناء يعني عملية الاستيعاب للأباء في هذا الموضوع، وبفضل الله ومنته وجدتهم بعد سنتين وثلاثة رجعوا البنات ورجعوا الصبيان إلى 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 جادة الصواب واحتموهم الأهل. في الأمر في غاية الصعوبة، ومن ينكر هذا فيكون جاهل كليا، عند مجتمعاتنا وعند مجتمعات أخرى
حتى ما فقط مجتمعاتنا نحن، لكن مجتمعات كثيرة ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا. ردات الأفعال هي التي الفرق بين مجموعة ومجموعة بشرية إذا صح التعبير، جاي من منطقة من العالم العربي أكثر حدة في هذه الأمور، يحسبها ما بس دينيا، يحسبها اسم العائلة، اسم نعم ردة فعله أشد بكثير من أماكن أخرى ينظر لها فقط نظرة. الغريب بالأمر أخي محمد اللي ينظر الأمور نظرة دينية دائما أكثر استيعابا للمسائل، أغرب من الموضوع، أغرب من الخيال يعني. يعني برغم حجم المعصية، برغم أن من الموضوع الشرعي الإسلامي تعتبر من كبائر الأمور، أوكي، إلا أن الملتزم دينيا مع الوقت اكتشفت أنه أكثر بكثير استيعابا من اللي يربطها باسم العائلة أو بالمدينة أو بالشرف أو يعني هدوليك بيكونوا خيرين أكتر. نعم. لأنه طبعا الدين بيقول لك أنا عارف المعصية وضخمة عليه، ولكن يبدأ يحاول أنه يستوعب الموضوع دينيا يعني. فبالتالي حتى السبعة يعتبرها امتحان من الله سبحانه وتعالى، يعتبرها الله عم يمتحنه يشوف كيف ردة فعله، صبره على الأذى. فشفت كيف كيف الواحد ينظر من شخص إلى آخر ينظر الأمر. الأمر في غاية الصعوبة. بعدين إذا وجد أنه لا سمح الله في حالة من الأبيوز، يعني قد يشك أنه صاحب هذا البنت في أبيوز، له الحق يروح عند الشرطة ويقدم طلب أني أنا عندي خوف أنه بنتي مع واحد أبيوزر أكبر منها سنا بكتير، عزني جانج on the street، اوكي، بخاف انه يكون عم يتم استغلال البنت، عم بيعلمها على المخدرات، عم بيعلمها. له الحق الاب كامل كما له حق الاخر انه يروح يقدم شكوى. وفي ناس كتير من جالياتنا لا يقوم بحقوق المدنية او اللي يحقق الحق القانوني اللي عنده، فهو يتميز بالغضب. لما تقول يا اخي الله عليك طب روح اشكي، لا ما بدي بنتي تنعرف، ما بدي وانت حتعمل جريمة قتل عرفتي. لا افضل انك تروح تستوعب الامر، وعليك الحق الكامل انك تروح وتعلن انه انا في عندي اشكال. واخر الدواء الكي انه اذا البنت خلاص وانت ما بقى قادر تتحمل الوضع مثل ما تطبق على الاخر، طب بنتي الله يرضى عليك انت قوانين البيت مش ماشيه فيها، فاذا سمحتي فيك تطلع من البيت وتعيشي حياتك كما تشاءين، مع العلم انه انت ترفض زيرك. هذا تماما حد وصل وصل الى مرحله يعني لم يستطع لما عاد استطاع التحمل يعني اخر دواء الكي، يعني لما يوصل لدرجه انا ارفضها رفض قاطع. بتعرف اخي الكريم لو اضطر الامر يجي الولد يدخل البيت ينزل غرفته وما سلم عليه وما سلم علي مليون مره افضل، وبعدين نلعبها ذكيه، مره الام تشد مره الاب يرخي، مرة الأب يرخي مرة تشد. حتى في هذه المسائل لما يوصل فيها الأب يعني الأم عليها أن تستوعب، أو العكس صحيح، لأن بعض الأحيان تتفاجأ الأمهات أكثر شدة. اللي أنا لاحظته وأنا واقف هنا أن الأمهات أكثر شدة على بناتهم يعني بشكل جن الأم جن. فأيام أنا واجهت أباء هنتين عم يستوعب الأمهات، كان يلعب يحطاطي للأمهات ويهدئه لهم اللعب. فبالتالي هذا هو. بعدين أنا أنصح من يسمعنا في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، اللي في هذه البلاد فنحن واقع نتعامل معه، خارج البلاد قبل ما يتحمس ويأتي إلى بلاد مجتمعاتها مفاهيم مختلفة، لسنا نحن أفضل منهم ولا ليس هم أفضل منا. أنا ذكرت لك هذا الكلام، كل مجتمع له مفاهيمه. فرجاء ما أخذ قرار بحجم كبير وغادر البلاد وتحجش ألف حجة وإجي لهون وقول أنا مني قادر استوعب الموضوع. فمن البداية الإنسان الواعي، وخصوصا كندا، أنا مش طالع على السعودية والخليج وأرجع، هذا قرار هجرة. فالإنسان الواعي يدرس الموضوع قبل خروجه إلى مجتمعات منفتحة. وطبعا أنا ما أريد أن أخيف السامعين، أنا أقول عن تجارب ولكن هي حالات قليلة وليست حالات عامة حتى ما نخلق حالة من البارانويا والرعب. لا الحمد لله رب العالمين، بالعموم مجتمعاتنا إلى حد كبير بيأتي شهر رمضان حتى أكثر الناس خروجا اللي أنا شفتهم أمامي برمضان في المساجد، ورمضان يشحنهم بالإيمان وكثير منهم يخف. والله رمضان بعد رمضان شفت اثنين أو ثلاثة بدها صبر، رمضان بعد رمضان تلاقيهم ما شاء الله يعني رجعوا لجادة الصواب وأمورهم مشت بخير وسلام. يعني كل مسألة صبر واستيعاب يعني. طيب أستاذ سامر، يعني إحنا أحيانا مش محتاجين لتغيير الصورة النمطية عنا عن الشاب والبنت. يعني مثلا أول ما دخلت المسجد في كندا
شفت عن يميني شاب رابط شعره وعامل شعره طويل ورابطه بمطاط وهذا، وعن يساري بالمثل، عن يميني شباب لابسين البنطلون الساحل. وهذا الكلام لو أنا شفته في مسجد في بلادنا العربية كان ممكن كل اللي موجودين طردوا هذا الشاب من 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 المسجد. بينما هون كان يصلي وكان خاشع في صلاته، وبعد ما خلص صلاته صار يسبح ودعا دعاء. ونظرت إلى حاله، يعني هل من المعقول إنه إحنا بنأتي بصور نمطية عن الناس، خلينا نحكي الناس الغريبين، الناس البعيدين عن ديننا وعن ثقافتنا، نأتي بصور نمطية نريد أن نطبقها هنا أيضا، وربما نتجنى فيها عن على الأبناء إذا طبقناها في هذا الواقع اللي موجود، وربما يكون ما داخل الأبناء أنقى بكثير من ما هو على ما يبدو على الظاهر مما نحن نرفضه، وليس بالضرورة. أنا أذكر في مرة من المرات قلت لصديق إلي زرته في البيت كبير، وكان ابنه شعره طويل، فذكرت له أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة أنه شعره كان طويل وكان يلمه وكان مرات يجدله ويغطيه. فقال لي الأب والأم، قالوا لي أبدا لا تتكلم بهذا الموضوع أبدا، وما بدنا نسمع سيرة هذا الموضوع نهائي حتى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني إحنا زي ما تفضلت، المسألة مرات كثيرة لا تكون منطلقها ديني، وإنما منطلقها عادات وتقاليد وسمعة لهذا الشخص وهذا الشكل في مجتمعاتنا ننقلها، وكأنها هي السمعة نفسها الموجودة في المجتمع الكندي. إلى أي مدى هذا الأمر ماخذ مساحة من علاقتنا مع أبناء في منع الأشياء التي لا يجوز أن تمنع، وحتى نصل لدرجة أنه أصبح غير قادرين على تغيير حتى الشيء اللي لازم يتغير. نعم أخي، أنت ما ذكرته 100%. عندنا طبعا في صورة نمطية موجودة، حتى أعطيك مثال آخر، أنا حتى اللحظة نقبل على الشاب ما لا نقبله على البنت، يعني حتى هذه اللحظة إذا الشاب تعرف على بنت نرفضه، وإذا بنت تعرفت على شاب نسمح كارثة يعني. فبالتالي عم تسمعني أخي؟ أسمعك نعم جيد. نعم، لأنه طالع عندي ميوتد أنا. فبالتالي هذا الأمر عندنا إشكال بالصورة النمطية. أنا سوف أزيدك عن هذا الموضوع. تقابلت من 3 سنوات مع رئيس شرطة كيبك، كان في لقاء ضمن الأنشطة اللي نقوم بها. كثيرين حتتفاجأ يعني ممكن يصلوا صلاة الفجر في المساجد ويخرجوا توزيع المخدرات. نعم، هذا الأمر يعني مسألة معقدة ندخل فيها. يعود إنه المجتمع هون يقول لك لكم دينك لك الحياة تبعيتك الآخر، في انفصام. عظيم. الجميل في الإسلام إنه لا يرفض هذا الأمر، ما تفهمني خطأ، لا يرفض. لو كنت أنا مخطئ في مكان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبالتالي قضية الصورة النمطية إن الإنسان الملتزم هو ملائكي أو الذي يصلي لازم، هو هذا الأمر فقط في الأذهان. على أرض الواقع الإنسان يصيب ويخطئ في كل الأحيان في كل الأحوال. فهذا اللي أنت عم بتقوله أنا وجدته طبعا في بدايات ما وصلنا، كان أقل فيما بعد لأنه إحنا وصلنا في بدايات إذا ما كانت الأمور كما في كثافة الجالية، ولكن هذا الأمر موجود. وبرمضان يلفت لك النظر أكثر، الناس بتعرفهم بالطرقات، بتعرفهم في أماكنهم، وبتعرف مواقعهم خارج كيف يعملوا شغلهم وكذا. تلاقيهم في المساجد بتفاجأ أنت كيف هذا في المسجد. هذا بفضل الله من عظمة الدين الإسلامي، إنه دين يسر. فأنت ما بيقلك يعني بيقلك شو ما حصل معك صلي 5 صلواتك، لأنه مع الوقت الصلاة هي نفسها سوف توقفك عن أي شيء أنت تقوم فيه خطأ، حتذكرك. أما والله لأني أنا أخطأت أو لا سمح الله لأني في معصية، يعني في شباب من العرب في مونتريال، هو صديقته ليل ونهار ما يغيب عن الصلاة، بتقلي أف، بيقلك معليش أنا متأكد إنه هذا الشاب مع عامل الوقت حيخرج من اللي هو فيه
ويبقى على خط الالتزام. أما إذا جيت قلت له من البداية كونه عندك علاقات خارجة، كونه عندك علاقات غير مقبولة بالنسبة لنا، كيف بتصلي ومين قال لك صلاتك مقبولة وشو هالصيام اللي بنسمعه كتير هذا الكلام، حتكون النتيجة أوكي السلام عليكم نحمل حاله ويهرب من الهوى فيه، فبالتالي نخسره وتخسر الجالة ويخسر دينه ويخسر يما إلى هناك. فبالتالي هنا أظن الالتزام الشخصي هذا يعود للشخص نفسه، الالتزام السلوكي مع الوقت يتغير يعني، وخصوصا كل ما واحد يكبر في العمر عفوا. وجدت بنفسي عائلات بنت أولاد مش من زواج شرعي، أوكي زواج مدني، وأولادهم التزموا. أنا الغريب يعني طلع الأولاد ملتزمين وماسكين دينهم وكذا. ليه؟ لأن ما كان في حالة تصادم بالبدايات، فما كان في حالة تهم، كان في حالة أنه عملوا اللي بدكم وشوية استيعاب. فسبحان الله يعني الإسلام بديانته مثل ديانات الأخرى، ولكنه دين يستوعب الناس وعظيم الناس. يعني أستاذ تامر، ألا تشعر أنه الفتوى الشرعية والإطار الشرعي يحتاج إلى تطوير بعيدا عن النمطية وبعيدا عن الأطر اللي كانت موجودة في بلادنا العربية بما يتوافق مع البيئة المجتمعية اللي موجود فيها في كندا؟ وهذا عبء على 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 فقهائنا وعبء على أئمتنا الموجودين في كندا. نعم، خليني أكون معك صريح، البدايات ما أتينا إلى هذه البلاد كان في إشكال بالفتوى، لأنه كانت معظمها من المشرق، وليس بالعيب أنه الفتوى تأخذ وضع المنطقة اللي أنت فيها، وكلنا نعرف يعني العلماء كانوا ينتقلوا من بغداد إلى القاهرة وكانت تتغير الفتوى مع تغير المكان والزمن. لا نتكلم عن العقائد حتى نكون واضحين، نهيج التغيير في العقائد. فالصلاة خمسة هي خمسة، وين ما رحنا يعني خمس صلوات في اليوم، أينما سافرنا وأينما رحنا وأينما جينا. الأمور الأخرى التعاملات وما إلى هناك، نعم أخي كريم، صار في تطور فيها كبير الحق يقال، بشكل كتير كبير وبشكل سريع، لأنه دين الإسلامي هو دين يسر، دين متحرك ليس جامد، فبالتالي الفتوى متحركة معه كما هو متحرك يعني. فبالتالي الآن نحن نشهد الأيام بالعكس يعني، نشهد بعض الحين فتاوي تأخذ تأخذ ريحتها أكثر من اللزوم يعني. لا، في تطور كبير، ما أنكر أنه في بعض الأحيان ما زالت الأمور شوي شديدة، ولكن بعمومها صار في تفاهم كتير كبير للحالات اللي بتصير. بيطلع شباب مثل ما حضرتك ذكرت على المساجد بأشكال معينة، والناس تعرف من هي الشباب، والمساجد تستوعبها وتستقبلها ويجلس معها الأئمة ويتكلموا معهم. ما رفضوا أحد، ما قالوا لأحد مع أنهم لهم الحق أن يرفضوا الأشخاص، فهذا دليل كبير في استيعاب. غير أنه عفوا فتاوى المعاملات ممكن في مطرة مرة أخرى، ولكن حتى فتاوى المعاملات تغيرت جدا من ما كانت سابقا إلى حدود اليوم، وهذا دليل تيسير اللي موجود عندنا في الدين الإسلامي. طيب أستاذ سامر، أنا بدي أرفع العيار شوي. اليوم دخل ولد على أهله واكتشفوا الأهل أنه الولد هذا مثلي الجنسية. قبل أن يكتشفوا هذا الأمر، هل من حقهم، هل ترى أنه من الضروري أنه يدققوا في سلوكه، في صفاته، في ممارساته، في تصرفاته، في أحواله، حتى يطمئنوا أنه هو ما راح يسلك هذا المسلك اللي هو يخالف ثقافتهم ولا يرضيهم من داخلهم؟ هل لهم الحق انهم يبحثوا عن هذا الامر اذا كان يخالف ثقافتهم ويرفضوه، يبحثوا عنه ويدققوا اذا كان موجود ولا لا؟ الصوت لا الان تفضل. البارنتينج هو حق كامل للاباء والامهات يعني. خليني أعطيك أمثلة في هذا الموضوع. أتتني أحد الأمهات مرة من المرات وقالت لي أنا أتمنى أنه ابني يكون عنده صاحبة. ما فهمت عليها يعني، وبدأ الأمر يوصل صاحبة ويطلع معها وكذا. قلت لها ليش، عفوا ليش حتى هذا التمني عندك؟ قد من خايفة أنه يطلع منه، يطلع يعني عفوا مثلي. نعم. يعني تصور لوين وصلت الأمور، إنه فهي ما عندها يعني الموضوع ما بقى ديني بالنسبة لها، أوكي، لأنه ديني ما كان مثلي ولا كان صاحبة، فهي يعني أوكي واحد أكثر من الثاني شوي، ولكن في اثنين حسب المنظور الديني البحث هي معصية في الحالتين يعني.
فبالتالي وجدت معصية أكثر من معصية أو معصية أقل من معصية. نعم لك حق نحكي القانوني أو غير قانوني، لك حق كأب وأم تشوف الدايركشن تبع أولادك وأبنائك، ولكن حكون معك واقعي، إذا الأبناء والأمهات والأباء involved مع أولادهم لا يخفى عليهم شيء. يعني كما المدرس بيكون واقف في التدريس وشوف بعيونه كل شيء، قد لا يتكلم بكل شيء ولكن يرى كل طلابه شو عم بيعملوا، مرة بغض نظر حسب حجم الموضوع، إما يتدخل إما لا يتدخل يعني. فالأم والأب يقينا يعرفوا أبنائهم إلا إذا كانوا متغيبين عن الصورة أو غايبين عن الصورة. نرجع نعود، إذا كانوا تحت 18 سنة له الحق والأم والأب متابعة شو عم بيصير. المتابعة شيء والفرد شيء آخر. يعني إجا الولد وقال للأم أو الأب أنا مثلي، في الكثير من العائلات، وعفوا الأمر ليس متعلق بدين على الإطلاق، يعني نعرف فرنش كيباكرز الحديث الآن بهذه الأيام، هذه عائلات يعني هذا الأمر عندهم إياها شيء كارثي. يعني كيفية التعامل الموضوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لك حق مرة تانية أنك ترفض الأمر نهائيا من منطلقاتك الإيمانية، هذا أريد أن أشير أنه حق القانون المدني محفوظ لكل الناس، فهذا الأمر لابد الإشارة له. هلأ تعامل مع هذا الحدث كما هو أي أمر آخر، فهي بالنسبة للدين هي معصية مثل أي معصية أخرى، فيتعامل الواحد معها كما يتعامل مع المعاصي الأخرى. هذا من الناحية النظرية، عملية الاستيعاب عملية التعامل معها هي كما الشاب عنده علاقة جنسية مع البنت، الشاب اللي عنده علاقة جنسية مع شاب، اثنينات معصية. عدم تقبل الأولى وشوي تقبل الثانية يعود للعادات والتقاليد والاسم العائلة وما إلى هناك، أما الاثنين هن بالنسبة للدين اثنيناتهم من كبائر الأمور. هذا رقم واحد. رقم اثنين الفرض، مثل ما اتفقنا حتى ما نعيد يكون في تكرار، ما في شيء اسمه فرض، ما في شيء اسمه منع بالقوة. أوكي. ينطبق عليه كما ينطبق على ما ذكرناه سابقا، حتى ما نوعد للمستمع كل الأمور اللي ذكرناها في السابق، تأخذ قرارك بتنصح فيها بتوجه فيها بتبعته عند كونسلتنت كوميونيتي كونسلتنت لك الحق الكامل إذا استجاب معك الولد طبعا، إلى حدود ما يصير في الضغط العنف لتوقيف الولد وما إلى هناك. نعم طيب إحنا إذا صار في عنا منهج، خليني ألخص إذا سمحت لي، صار في عنا منهج بنقول عنه يحتوي مجموعة من القواعد في التعامل مع هذه الحالات التي لا ترضينا في ثقافتنا وديننا من أبنائنا. أول شيء أن علينا أن نتابعهم مسبقا خلال حياتهم، ما نأتي فجأة ونتفاجأ بأي سلوك منهم، علينا أن نتابع سلوكياتهم وحياتهم وتربيتهم، التربية يومية وليست لحظية وساعية. الأمر الآخر أن نلاحظ الملاحظات المختلفة في سلوكهم وتصرفاتهم ولا نهملها، لأنها قد تعطينا مؤشرات لاتجاه معين نتداركه قبل فوات الأوان. الأمر الثالث اللي هو الاستيعاب والفهم ومحاولة الاحتواء إذا وقع الابن أو البنت في أي خطأ من الأخطاء التي نراها نحن أخطاء وانحرافات في ثقافتنا وعاداتنا وديننا. الأمر الرابع إذا وصل الأمر مداه نحاول أن نشد ونرخي ونتعامل بالسياسة بين الأب والأم، ثم بعد ذلك إذا أصروا وكان الأمر في غاية السوء بالنسبة لنا وصلنا إلى درجة إما أن نقترف كبيرة من كبائر ممارسات والتربية مع أبنائنا، أو نتركهم إلى كبائرهم التي نراها كبائر عندنا. في هذه الحالة إذا وصلنا لهذه الدرجة أن نقول لهم يعني خلوا بيننا وبين عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وديننا وكل ما إلى ذلك. هذا المنهج الذي نراه. إذا الأمر انتقل من الممارسات الجنسية والمثلية والأمور هذه إلى العقيدة، وجدنا الأبناء بدأوا يتغيروا عن المعتقد الذي نحن فيه، وهنا أنا لا أسمي المعتقد فقط الإسلامي وإنما المعتقد بشكل عام.
المعتقد الذي أنا فيه وجدت ابني ينحرف عنه أو يبتعد عنه ويريد أن يغيره، ما هي النصيحة في هذه الحالة؟ هل أغض النظر، أسكت، أتركه، لا يعني أراقبه من بعيد، أم ماذا؟ لعل هذه النقطة لها ناحيتين. هي أكثر شيء مقدس في النظام الديمقراطي حرية المعتقد، يعني هذا الأمر أكثر من كل شيء تكلمنا فيه. حرية المعتقد على الصعيد الاجتماعي والسياسي والإعلامي وكل شيء يخطر على بالنا من نواحي المجتمع في العالم الغربي في تقديس لموضوع المعتقد. على قد ما في هناك هذا التقديس، على قد ما بيعطينا مجال أن ندخل مع الابن أو البنت بعملية نقاش فكري في هذا الموضوع. ليش أنت بدك تغير دينك؟ ليش؟ شو لقيت في إشكاليات؟ تدخل فيها. الحلو في هذا الموضوع بالرغم من أنه هو حساس ومقدس في المجتمع الغربي أنه الإنسان له حق بأي معتقد بأي أسلوب، وأنا يعطيك مجال أهون للمداخلة والتداخل من اللي ذكر حضرتك ذكرتهم سابقا، يعطيك مجال أنك تتناقش فيه، تاخد وتعطي فيه، تجلس الابن مع أهل العلم فيه لتشوف. قد يكون الأمور في إشكالات بسيطة، في لبس، في عدم وضوح. وأعود هنا أخي محمد، الله يكون بعون الأب والأم. الله يكون بعون الأب والأم. المسألة تبدأ من البداية وليس في النهاية. لما نجي على النهاية بتصير المسألة منها سهلة. يجلس المال الولد، انت ليش بدك تترك؟ وحصل انه كثير من الناس غيرت معتقداتها من هنا لهناك، من هناك لهنا. ولكن ايضا التعامل السلس في الموضوع، السلس ليس القبول، الله يرضى عليكم، حتى من نفهم حالنا خطأ. مسألة الاستعافة، اذا قضية الاستيعاب وعدم ردات الفعل العنيفة هي قاعدة صلبة على كل ممكن ممارستها، على كل اللي ما نواجهه في حياتنا حقيقة. على قد ما أنا قادر أصبر وأستوعب، ولذا القرآن الكريم تكلم عن الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصبر. كنا نظن نحن فقط الصبر له علاقة بالحروب، بالفقر، بالأمراض، وحقيقة أن الصبر أبوابه كبيرة، منها التربية، الصبر على الأولاد، صبر على خروجهم، يعني الأمر ليس ببسيط. فأنا هذا اللي أريد أشير له، المعتقد الأمر مفتوح، بناخذ ونعطي فيه. إلى الولد أصر إصرار كامل بدون أن ما يصبح معادي لدينك لمفهومك، لأنه مجرد ما يعاديك هو عادة مجتمعه كله، لما يعادي معقول تغير. فعنده هنا إشكال كبير، هو بيكون عم ينفر نفسه نفر خروج. وهذا حتى انهي هذا الأمر، معظم الأحيان هذا ما يحصل في سن الصغر، يعني هذا يحصل بيكون الولد أو البنت أصبحوا راشدين حتى يأخذوا هكذا قرار بالخروج. يعني حتى أنا أشد الناس معاصي إذا صح التعبير between quotation، ما تقرب له على دينه. يعني مستعد كل شيء إلا تقرب له على دينه، وأنه منه مستعد يتركه. أوكي. هذا الأمر يحصل للناس اللي ممكن يصيروا جامعيين أو يصيروا فيما بعد في مقتبع أو إن عمر أكبر، يعني يكونوا راشدين يأخذوا هكذا قرار بهذا الحجم. يعني نعم، والحقيقة هو التعامل في الدين، لما يكون في تغيير في الدين، تغيير في المعتقد، إذا أنت تناقش عقل وتناقش فكر ولا تناقش غرائز. ما كان منه تغيير للدين بسبب الغريزة، خلص هذا واضح أنه يريد أن يعني يتبع محبوبته أو تتبع محبوبها، فتحاول أن تغير من أجل الغريزة. لكن إذا بنتكلم عن تغيير عقلي فكري، فمجال العمل فيه والميدان فيه العقل والفكر والتغيير فيه متسع. طبعا زي ما تفضل الأستاذ سامر، الآباء والأمهات إذا كانوا لا يمتلكوا القدرة من الحوار والنقاش، فيجب أن يلجأوا إلى من يساعدهم. وهنا أريد أن يعني أستشير الأستاذ سامر، هل هناك جهات معينة في حالة إذا الابن شعر الآباء أنهم سيخسروه جنسيا، سيخسروه؟ طبعا بعض الإخوة بالتأكيد، أنا يعني أستوعب ما يقولون في موضوع أنه المثلية أعلى درجة من في المعصية
من علاقة الذكر بالأنثى، وهذا مستوعبينه، لكن الأستاذ سامر يتحدث عن حدود دائرة الكبائر بغض النظر عن ترتيب الأول والثاني والثالث والرابع، تحدث عن المساحة بمساحة وليست بخيط رفيع. لا تحدث عن الخيط رفيع، مثل ما قالوا الخط المستقيم هو ليس خيط رفيع وإنه هو طريق مستقيم، رب العالمين سماه صراط، والصراط واسع وليس خط ضيق وشعرة. فهو يتحدث عن مساحة الكبائر ولا يتحدث عن حدود الدقيقة والرفيعة ما بين الترتيبات الأولى والثانية والثالثة من الكبائر، كلها كبائر. طيب نعود ونقول، هل هناك جهات ممكن للأب والأم هم بأنفسهم يروحوا ويتعلموا منها؟ يعني مثلا أنا أعلم ابني العقيدة من وهو طفل وإلى اليوم، وجلست معه قبل أيام نراجع مراجعة في مواضيع الإيمان، حتى في يوم من الأيام قال لي يا بابا أنت يعني كثير بتحكي لي في الموضوع هذا، يعني أنا مؤمن يا بابا أنا مؤمن. فقلت له يا بابا أنا ما بعلمك عشانك بس، أنا بعلمك عشان تعلم غيرك. وحقيقة أنا بعتبر أنه لما أنا بحمله مسؤولية أنه هو تعلم وغيره لم يتعلم ويحتاج منه أن يعلمه، هنا طريق متقدم في موضوع حفاظ على الدين من خلال تحميله أمانة الحفاظ على هذا الدين. إذا إحنا طبعا حريصين، أنا واحد حريص على ديني، وأعرف صديقة من إخواننا في من عكا، أخت مسيحية حريصة جدا على دينها وتقول بنفس المنطق الذي أقوله، أنا عندي هذا طائفتي وعندي هذا مذهبي وهذا ديني وأنا حريصة عليه، وأقولها أنا حريص كمان على دين ابني. طيب أين يلجأ الأب والأم؟ هل هناك مراكز ممكن اللجوء لهم موثوقة؟ لأنه حقيقة أنا وجدت إمام مسجد في إحدى المقاطعات هنا في كندا في إحدى المدن، وقف أمام الناس وقال لهم أبنائكم فيهم انحراف وانحراف ديني، ولما ابنك يوصل لهذا الانحراف لا تيجي تحكي معي أنا ما عندي حل. فمثل هذا الشخص أنا بالتأكيد أغسل إيدي منه. فهل هناك جهات موثوقة أن نقول يرجع لها الأب والأم؟ نعم، بداية أشكرك على التوضيح، لأنه قد يكون نحن دخلنا بالتفصيل. طبعا لا أقلل من معصية على الإطلاق، يعني لست أنا ولست في هذا الوارد يعني، ولكن نحن ليس هذا لأن إطارنا يعني، فأنا فقط أتدخل في الموضوع في إطاره العام يعني. نعم، فهذا اللي بده. شكرا جزيلا على التوضيح. نعم كلامك صحيح، ليس كل إمام وليس كل رجل علم هو برجل علم، عفوا ليس كل إمام هو برجل علم. وخلينا نوضح يعني في البلاد المشرق نظريا على الأقل، حتى يصل الإنسان إلى درجة ما في العلم الشرعي يكون مرأ بمراحل. هنا أي شاب بيفتح المصلى أو أي مجموعة بتفتح المصلى بيجيب له شاب بسميه إمام. فبالتالي لا، الحمد لله البلاد كندا فيها الكثير والكثير من أهل العلم، وفي مراكز كبرى لا تأتي إلا بأناس لهم علم شرعي كبير. فبالتالي هون ممكن الالتجاء لهم والجلوس معهم وتوضيح الصورة من قبل أن يأتي الابن، حتى كمان حتى ما نظلم الرجل اللي حيعطيه هذا التوجه، أو الأخت اللي بدها تكون عندها العلم الشعري الكافي اللي هي بتتوجه لهذا الطفل أو لهذه البنت، لابد أنه يحطها بالجو. المسألة ليست بسيطة، وللولد يأخذ هذا الديسيجن أنه ينتقل انتقال كبير، ليس أون أوف، فهي أكيد في شيء إما الأهل فاتهم إما غضوا نظر عنه، يعني إما فاتهم. لا يمكن الأمر يحصل بين ليلة ضحاها، ينام الواحد فيه تاني يوم يقول لهم أنا مغادر معتقدي، وهذا حأقوله على كل المعتقدات ليس فقط للإسلام والمسلمين. الإسلام والمسلمين أكثر، لأنه نحن كمجتمعات مسلمة بغض النظر عن حجم التزامه موضوع العقائد أساسي، يعني حتى الناس العادية الله وعبادة الله وحدانية الله. فبالتالي لا يأخذ واحد هكذا قرار بهذا الحجم كرجل أو شاب أو بنت، بيكون في مراحل يأمل أهل ما كانوا موجودين يا أما كانوا غاضين نظر عن الموضوع وفتفاجأوا فيه بالأخير. لا أخي كريم، حكون معك صريح، اللي حصل أمامي بعض الأحيان كتير قليلة، ولكن حصلت ولا وكان في استيعاب، ولأنه كان التعامل سهل، يعني كان تعامل عقل لعقل منطق لمنطق، لم يكن تعامل عنيف عظيم، ولا ينقص العلم الشرعي الإسلامي المنطق والعقل فيه، هو قائم على المنطق والعقل أصلا يعني لا ينافيهم. أهلا إذا واحد عند خلاص يعني مسكر راسه مثل ما بيقولوا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعود وأكرر،
نحن هنا لا نخفف من المعصيات، لسنا في هذا الموقع، ولكن واقع المجتمع أصل حتى في بلادنا أصبح إلى حد بعيد يفرض عليك أسلوب تعامل مختلف يعتمد كما حضرتك ذكرت، نعيدها، الاستيعاب، الصبر، محاولة الاحتواء، ليس معناتها القبول. هذا يعني هذا حتى بثلاث أربع كلمات نوضح الصورة يعني. طيب أنا إحنا في ختام اللقاء، وكما دائما لقاءات الأستاذ سامر حقيقة لا تمل، والنقاش فيها لا يمل، وبالتأكيد هناك كثير من الإخوة عندهم تجاربهم، ونريد أن نقول للإخوة نحن لا نطلق وصفة سحرية، وصفة ستاندرد، هذه معيارية الجميع عليهم أن يلتزموا فيها وتساعدهم، إذا لم يلتزم فيها ضاع. الحقيقة هذه إرشادات وليست قوانين، إرشادات يعني توجيهات، بمعنى أنه راعيها وأنت تمارس تربيتك لأبنائك. أحيانا تجد أنت بلماحية تجد أنه محتاج أن تحاور ابنك، وأحيانا ربما تجد أنك محتاج أن تقاطع قليلا، تجافيه قليلا، محتاج أن يعني يشعر منك الغلظة ليس باليد وإنما بالوجه والعبوس وإخفاء الابتسام حتى يشعر بهذا الجفاء فيشتاق له ويعود إليه. يعني أحيانا هذه الأمور هي ملكات موجودة عند الآباء وليس لها علاقة بالتحصيل الأكاديمي، هي لها علاقة بالفطرة المجتمعية بين الأب وابنه والأم وأبنائها. فنقول إنه هذه توجيهات وإرشادات، خذوها بعين الاعتبار وأنتم تتعاملوا مع أبنائكم. أخيرا في الختام أستاذ سامر، أرجو منك أن يعني بكلمات سريعة، ما هو الذي يمكن وما هو الذي لا يمكن أن نتصرف به مع أبنائنا إذا وقعوا في أي من هذه المطبات التي نحن نرفضها في ثقافتنا وديننا؟ يعني الغير مقبول هو كل ما ينفيه القانون، أكيد العنف والشدة وما إلى هناك اللي ذكرناها، وأرجو ألف مرة أرجو من الآباء والأمهات أن لا نخسر أبنائنا. خلينا نكون واقعي معكم إخواننا، الغضب للغضب أظنه إلى حد بعيد هو معصية، الغضب لأني أحب أبنائي تختلف الطعام نهائيا. فإذا هل أنا عم بغضب لأني والله سوف يسيء لاسم العائلة؟ هل لأني عم بغضب لأنه هي معصية؟ شو سبب غضبي؟ إذا كان غضبي لأنها معصية وأنا أحب ابني، أكيد تعاملي حيختلف، لأنه هدف الأساس يكون أني أرجع أنقذ ابني. إذا ابني دخل الموج وأنا أسبح أصارع البحر حتى رجعه، فبالتالي هنا تجي وأنا يقين لا يغضب الإنسان متجه إلى العنف بسبب ديني ولا بسبب حبه لابنه. معظم الغضب الذي يؤدي إلى عنف هو بسبب الأخلاقيات تبعنا اللي جايبها معي، نكون واقعيين، أوكي، والنرفزة وما إلى هناك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ليس الكلام سهل اللي سوف أقوله، التربية أخواننا ليس تعليم، هو تربية الله يكون في العون، في البداية إلى والله لا تنتهي، ولسنا ملائكة نحن الكبار كمان حتى ما ندعي قدام أولادنا أنه نحن ما شاء الله علينا، يعني ما نحن كمان بدنا تربية مستمرة. يعني اعذروني بهالكلمة، نحن مثل ما ذكر أخي محمد قضية الاستيعاب، قضية التقبل، الصبر، هذا الصبر نفسه تربوي. يعني أوكي هذه النرفزة الموجودة يمكن أنا جاي فيها من برا، اسمح لي فيها هنا، قد ما فيك استوعبني لا استوعبك، يعني بدك تاخذها بهدوء حتى بتعامل العادي. يعني في الخارج اعذرني، في بعض البلاد عندنا على حادث سيارة بيروح قتلة وجرحة، أوكي يعني قتلة وجرحة على حادث سيارة، هذا بسبب غضب. فبالتالي إيانا والغضب، الله يبارك فيكم، إيانا وكسر القانون. حقلكم لنختم، لأنه مسؤوليتك أمام الله في كسر القانون ليس فقط بالنسبة لأولادك، بالنسبة للصورة السيئة التي تدعي الدفاع عنها أنت، اللي هي صورة الإسلام والمسلمين. فأنا لما أطلع وأضرب بنتي لا سمح الله أو أقتل ابني، كل الإعلام سوف ينسى الحدث ويقول لك هذا جاي مسلم،
جاي من بلاد برا بعقلية بابا 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 وبيقعدوا ببحبشوا في أمور الشرع ليلاقوا إنه والله هذا سبب لأنه له بعد شرعي. وللأسف من يقوم بالجرائم اللي هو ما يكون أصلاً له علاقة بالدين يسعى إنه يتلطى وراء الدين لأنه قام بجريمته، فتكون الكارثة مضاعفة. نحن نشطاء على الأرض مثل كل الإخوة النشطاء على الأرض، الله يعلم تأخذ معنا سنوات لنصلح صورة نمطية واحدة. يأتي حدث يستغل إعلاميا وسياسيا من بعض الأطراف اليمينية المتطرفة وبعض الشعبويين، تلاقي كل عملنا للسنوات الماضية راح. فالله يبارك فيكم، حطوا في بالكم أنه نحن كلنا رسل في هذه البلاد وأولادنا أحبابنا وهن second generation. أختم أنه second generation لأولادنا أصبح عن تزوجوا الآن وعندهم أولاد، فحطوا بالكم أنه أصبحنا أجيال عم تكون موجودة هنا. أنا أريد أن أتوجه بالشكر لأخ محمد ودكتور جمال وأخي محمد، ما تقومون به ما شفته كتير في موريال ولا في كندا حقيقة. عمل يومي متواصل، مواضيع متنوعة تجلب ناس كتير. هذا الموضوع حكون معك صريح، تجنبته الناس كثيرا. إذا عرضت هذا الكلام على أشخاص آخرين يتكلموا فيه، إما حتتكلم من هذه الجهة أو حتتكلم من هذه الجهة، إذا وجدت من يتكلم معك في هذا الموضوع. فأنا لما نزلت اليوم أجتني عشرات المسجات على الخاص. أخ سامر أنت أكيد دك، الله يعينك، الله يعينك أخ سامر، شو الموضوع اللي داخل فيه، الله يعينك كدك توازن فيه يعني. فسامحونا إخواننا وشكرا جزيلا على هذه المقابلات الطيبة يعني. شكرا، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. مثل ما بيحكوا الله يجعل كلامنا خفيف عليهم. صحيح. أنا بدي أذكر الـ الإخوة بأنه إحنا يوميا في عنا اللقاء الساعة 6 مساء والغروب مع قراءة القرآن والأذان، والساعة 10 في اللقاء الحواري. فكونوا معنا في يوم غد، يوم غد الساعة 10 حيكون عنا الفلكلور العادات المغربية الرمضانية. طبعا يذكرني دكتور جمال عادة أنتظر منه التذكرة، وحتى أتلقى التذكرة أريد أن أقول للأستاذ سامر لو أن أحد من الإخوة أراد أن يستشيرك استشارات في موضوع تربوي يخص ابنه، وضعه في المدرسة من حيث الممارسات والعلاقات، فهل هذا بالإمكان مسموح لو يعني أرشدنا وأوصلنا لحضرتك؟ إذن إن شاء الله. أنا طبعا فهمت من الإيمان ما في إشكال. نعم. أبدا طبعا بإذن الله تعالى ما في إشكال أبدا إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب إذن بكرة الساعة 6 عندنا الفلكلور المصري الساعة 6، مثل ما بتعرف أخواننا إحنا عندنا سلسلة لقاءات حول الفلكلور العربي، وغدا الساعة 6 سيكون الفلكلور المصري، وعلى الساعة 7:30 سيكون قراءة القرآن والأذان، والساعة 10 سيكون العادات الرمضانية في الخليج والعراق. فتشاركونا وتشرفونا في لقاءاتنا هذه جميعها، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.